السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غنتعلموا في واحد الحركه يحتاجوها الناس بزاف، خصوصا الناس ديال الاكروبا والناس ديال باركور بصفه عامه وفيرالي حتى هما. هذه الحركه هي الشقلبه الخلفيه، عاد تشوفوا معنا كيفاش غنقدروا نتعلموا هذه الحركه هذه. اذا ما عليكم تركزوا مزيان وتابعوا الخطوات اللي انا اعطيكم في هذا الفيديو هذا. اذا تبعتوا معنا في هذه الحلقه هذه من الاول حتى الاخر عادي تتعلموا هذه الحركه هذه، تعلموا بواحد السرعه اللي دينيه، هي حركه بسيطه ما كتطلبش شي مجهود ولا كتطلب زعما تكون عندك شي لياقه بدنيه. اذا على بركه الله نبداو الخطوه الاولى ديالنا. اول خطوه اللي كتعتبر ضروريه هي خصك كديرها الجامب هادي. ركزوا معايا مزيان في اليدين كيف كيطلعوا، يعني ما كنطيحش الصدر وركابين حاول ما تنيهمش بزاف. وكل ما تقنتي هاد جوج الحركات هادو كل ما غتكون غادي مزيان في الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه فيها حركه واحده وهي فاش ندير الجامب نشد في ركابي بحال هكا. الخطوة الثالثة واللي كتعتبر الأخيرة كتعتمد على الخطوة الأولى والثانية وعلى حسب الإتقان ديالك اليوم، وضروري يكون شي شخص موجود اللي يشدك من ظهرك للمرة الأولى. والحاجة اللي مهمة ونسيت ما قلت شي هي اون فوا طلع وتشد في رجلك راسك خصو يدور تلقائي وبمعاونة الصديق ديالك بطبيعة الحال للمرة الأولى. في الخطوة الأولى ضروري شي واحد خص يعاونكم، يعني أول مرة عادي تعمل هاد الحركة هادي بطبيعة الحال خصو شي واحد اللي عادي يعاونك وما يخليكش تشف اللو. كتكون ما نقولكمش الدهشة ولكن شوية ديال قدر نعملها قدر ما نعملهاش، حيت الانسان ما كيكونش عارف تقود راس ديالو واش قادر يعمل حاجه ولا لا. لهذا في الخطوه الاولى ضروري شي واحد خصو يشبركم، اما بشي صمته ديال الكاراتيه ولا يشبرك من الحوايج ولا من نصك. باقي ان شاء الله عادي تشوفوا معنا وغتكتشفوا معنا عده حركات اللي عادي تعلموها في فيديو سليمان زين. يقدر هذا الفيديو عملنا على باك فليب ولا عملنا على الشقلبه الورائيه. فيديو سليمان الجاي يكونوا مثلا على الشقلبه الاماميه ان شاء الله اللي عادي تستافدوا معنا فيها. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف نسيت ما قلت لكم شي اللي هي ملي تجيو ترينيو باش تمشيو لشي حاجه اللي قاصحه وانتم اول مره عادي تعملوا هذه الحركه هذه، ضروري اما تجيو للرمله ولا تجيو لشي حاجه اللي عاد تقدروا نفسيا عارفين راسكم اللي عطيحوا ولا الله يحفظ تقدر توقع شي حاجه ما عاد تفرعوا ما حتى شي حاجه. لهذا هادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم.